حسس وفاتك كنت كنت معوفيك انت قرب الميكرو عندك الحاج صافي في حالك امين دعي معايا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كنتمنى كذلك ربي يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء والله يرحم داك الوليد ديما كنقولها ولد المغاربه كاملين ريان الله يرحمه الله يصبر الميمه ديالو اليوم معايا واحد السيد كيف ما كتشوفوا هذا السيد هذا الزوجه ديالته مريضه وهو اللي كيصرف عليها وهو كيحاول انه يخرج كيترزق الله باش يقدر يجيب مصاريف العلاج ديالها هذا بالاضافه انه عنده ثلاثه ديال الوليدات هو اللي كيصرف عليهم وهو اللي هازهم هو كل شي فاليوم حنا غنعرفوا تفاصيل اكثر على هذا الشيء السلام عليكم السلام عليكم الحاج عاود لي اخويا شي المعاناه ديالك على الزوجه ديالك شنو طاري لها قطعوهم ليها واخا انت اللي كتصرف عليها انت اللي كتجيب هادشي كامل انت اللي كتصرف على وليداتك بثلاثه وليداتك كانت مزوجين كيربوا ولاد واحد اخر سير كنت كنحط الباك عند الباك كنت عند الدكاترة الإصلاحية وكنت عند الدنيا تعاود واخا انت كتخرج كترزق الله باش كتجيب لهذوك الوليدات ولهذيك السيدة خاطر بدات تكونت كدير الحوايج ديالي اللي كانوا كيشوفوا فيك دابا شنو كتطلب من المحسنين الناس اللي اللي كيديروا الاحسان شنو تطلب منهم فاش بغيتهم يتعاونوا معاك فاش الناس اللي كيشوفوا فيك دابا في الفيديو فاش بغيتهم يتعاونوا معاك الحاج اييه دابا صح دابا كاينين الناس اللي كيتفرجوا فيك كاينين الناس اللي كيتفرجوا فيك كاينين المحسنين فاش بغيتهم يعاونوك الله يسر لك الحاج كنتمناو من المحسنين ومن القلوب الرحيمه انهم يتعاونوا معاه خصوصا انا الزوجه ديالو مريضه وكيقول لك تقطعوا لها رجليها بجوج ثلاثه ديال الوليدات هو اللي كيصرف عليهم مسكين كيترزق يلاه انتم كيف ما كتشوفوا كيترزق الله باش كي ويديها لوليداته هو ديما كيكون متواجد هنايا في فكنتمناو يا ربي شي واحد يحن عليه قناه شوف تي في نتابعكم هذا البث المباشر ان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر اخر الى اللقاء